يعني ايه رزاق؟ الرزق في اللغة يعني نصيب، الرزق في اللغة يعني القسمة، ما قسم لك فهو رزق. الناس عندنا في بلادنا بتقول على الجواز اسمه ونصيب، لكن هو المعنى اكبر من كده، كل ما قسم لك في حياتك فهو رزق. يبقى يعني ايه الرزاق سبحانه وتعالى؟ الرزاق خالق الارزاق والمتكفل بايصالها، كل ياخذ نصيبه من هذه الارزاق. ماشي؟ خالق الارزاق والمتكفل، والمتكفل، والمتكفل بايصالها، كل ياخذ نصيبه من هذه الارزاق. خلي بالكم يا اخوانا، لو بقول يعني ايه الرزاق، انا بقول الرزاق مش الرازق. ولم تجد في القران تاتي كلمه الرازق، دايما تاتي كلمه الرزاق. ايه الفرق؟ الرازق ممكن يعطي وممكن يمنع، ممكن يدي بعض الناس وما يديش بعض الناس. اما الرزاق ففيها الشمول والعموم، الجميع، الجميع داخل، الجميع ياخذ، التقي والعاصي، المؤمن والفاجر، المسلم، المسيحي، اليهودي، البوذي، البشر، كل البشر. لا، الرزاق الكائنات، كل الكائنات، كل الكائنات. في آية جميلة جدا جدا جدا، يقول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما من دابة، وما من دابة. سيدنا إبراهيم وهو بيقول ربنا اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، مش كده؟ وبعدين قام قايل ايه بعد ما قال ارزق أهله من الثمرات؟ سيدنا إبراهيم قام قايل ايه؟ من آمن منهم. سيدنا إبراهيم وهو بيدعي بيقول: يا رب، اللي يستحق رزقك في وجهة نظر سيدنا إبراهيم مين؟ من آمن. فبيقول وارزق أهله من الثمرات، مين دول؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال، أي الله سبحانه وتعالى، قال: ومن كفر. مش هي الآية في سورة البقرة بتقول كده؟ قال: ومن كفر، بس في حساب يوم القيامة، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لكن في الدنيا كله يأكل من رزقه، كله.